ينضم إلينا من عمان الأستاذ ماجد الزبيدي الباحث في الشأن الفلسطيني. أستاذ ماجد، بداية مرحبا بكم. كتائب القسام تنشر صورة قارة عملية التسلل الصهيونية الفاشلة إلى غزة، كيف تقرأ إدارة المقاومة الفلسطينية لعملية التسلل إعلاميا وعلى الأرض؟ مساء الخير لك وللجميع. الواقع أن حركة المقاومة الإسلامية حماس كما هي حركات المقاومة العربية الباسلة تتفنن يوما إثر يوم في التغلب تكنولوجيا على العدو الصهيوني الذي يعتبر خامس دولة في العالم من حيث القوة التكنولوجية التسليحية والاستخبارية. وهذا المشهد الذي سمعنا به منذ ساعات عن نجاح القسام يدلل على أن العدو الصهيوني لم يعد يملك روح المبادرة ولم تعد حواسبه المضيفة وآلته التكنولوجية العسكرية بمأمن من أجهزة التنصت والاستكشاف لدى المقاومة العربية الباسلة في جنوب فلسطين. وهذا يضاف إلى نصر المقاومة العسكري الذي أمطر مستعمرات العدو الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 48 ب 500 صاروخ وقذيفة، وجعل مليون مستوطن إسرائيلي في الخنادق، وأدى إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. هذا نجاح يضاف إلى ذلك النجاح العسكري الداهم. بالتزامن مع العملية الصهيونية في غزة، كيف تفسر خطوات الاحتلال بتسريع عمليات الهدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة ومنازل المدنيين بالقدس؟ مخيم شعفاط هو تجمع فيه 21 ألف لاجئ عربي فلسطيني من فلسطينيي عام 1948، ويحيط به أيضا 80 ألف من اللاجئين العرب الفلسطينيين وهو في خاصرة القدس الشمالية. وباعتبار العدو الصهيوني يعتبر القدس عاصمة أبدية وموحدة وموحدة له، وفي ضوء الاعتراف ترامب الأخير بالقدس عاصمة لهذا العدو الصهيوني، فإن رؤساء البلديات الإسرائيلية يتوترون منذ زمن على إلغاء صفة اللاجئ الفلسطيني في المناطق المحيطة بالقدس، تمهيدا لطرد الفلسطينيين في مخيم شعفاط وإذابتهم في نسيج الريف والمدن في الضفة الغربية المحتلة أيضا. وهذا سيؤدي إلى إزالة وكالة الغوث الدولية الأونروا، مما يؤدي إلى إبطال مفعول القرار الدولي الملزم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين المحتلة عام 1948، واستمرار بنهج رئيس بلدية القدس الإسرائيلي المتصهين المتطرف نير بركات وقبله اليهود أولمر. عمليات الهدم ليست ربما نهاية الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة، ما المطلوب للبناء مع ما تم إنجازه ضد عملية التسلل؟ الواقع أن عمليات الهدم المتواصلة العنصرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المدن والقرى لم تثني عزيمة الفلسطينيين على الاستمرار في الحياة والبناء، لكن مخيم شعفاط هذه المرة يتعرض لحملة هدم شركة فحواها أكثر من 20 يعين عشرات الأسر الفلسطينية المحرومة أو التي أصلا لم تعد تتقاضى من وكالة الغوث أي شيء في ضوء تقليص خدمات وكالة الغوث. وبالتالي فإن هذه العمليات، عملية الهدم الإسرائيلية في أنحاء كثيرة من الضفة الغربية المحتلة، تؤشر إلى أن العدو الإسرائيلي يستفيد استفادة عظيمة من الواقع الرسمي المتردي، ويستفيد استفادة عظيمة من وجود الإدارة الأمريكية أيضا المتطرفة والشعبوية في واشنطن، ولكن ذلك هو عبارة عن هروب إلى الأمام من أجل إلهاء الرأي العام الإسرائيلي في ضوء الوقوع الوثيق بحكومة نتنياهو العنصرية. على مستوى الأمم المتحدة، ما أهمية توجيه الخطاب الفلسطيني خارجيا في دعم الخطوات في الداخل؟ الواقع أن الأمم المتحدة وقراراتها هي ميزان لقوة واقعي وفاعل، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة تستطيع أن تعمل أي شيء في ضوء عدم فاعلية الدائرة العربية المحيطة، وكل شيء يعتمد على تفعيل الدائرة العربية المحيطة بفلسطين والقضية الفلسطينية. وإن شاء الله سنرى
أن الوقف القادم للحرب في اليمن وبرودة الأزمة السورية سيؤدي إن شاء الله إلى مزيد من التفاعل العربي والتماسك العربي تمهيدا لإقرار الحق العربي في فلسطين. أمام ما يجري، أين أضحت من وجهة نظرك صفقة القرن؟ صفقة القرن الواقع يعني أمر لا يمكن أن يتم ما دامت القيادة الفلسطينية والقوى الفلسطينية الفاعلة ترفضه مبدئيا. وصفقة القرن هي تشبه وعد بالفور، لكن وعد بالفور الأول كان قد مر، وهذا الوعد الثاني لن نمر بالتأكيد في ضوء اعتراف 138 دولة من دول العالم بدولة فلسطين تحت الاحتلال، ثم أن الانتصار الفلسطيني الأخير والرابع في غزة مؤشر كبير على ضعف العهد الصهيوني، وهذا أيضا أمر لا بد أن نعترف أن صفقة القرن هي فقاعة إعلامية لا أكثر ولا أقل إن شاء الله. أستاذ ماجد الزبيدي الباحث في الشأن الفلسطيني، كنت معنا من عمان، شكرا لك.